السفارة الكويتية احتفلت بالعيد الوطني لدولة الكويت الشقيقة، بنقول لهم كل سنة وأنتم دائما بخير أشقائنا في دولة الكويت الشقيقة، لأمير دولة الكويت ولكل أشقائنا في دولة الكويت الشقيقة لهم كل التحية، واحتفال كبير جدا مع حضور عدد من السادة الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية والسادة المحافظين وسفير دولة الكويت الشقيقة في القاهرة وأعضاء رجال الدين طبعا حاضرين وعدد كبير جدا، وانا يعني كنت اتشرف ابقى موجود، بس للاسف يعني اليومين اللي فاتوا طبعا زي ما بقول لكم كان عندنا الاحتفاليه وعندنا امبارح وكل التحيه، ولكن بنقول لهم مره ثانيه كل سنه وانتم دائما بالف خير، واحتفالات وعلاقه مصريه كويتيه دائما يعني حب وعلاقه قويه جدا تربط القيادتين والشعبين الشقيقين، والكويت من الدول ايضا الشقيقه، الدول اللي كان لها وقفه كبيره جدا ايضا معانا، واحنا كمان كنا لينا وقفه كبيره جدا معاهم في فتره صعبه جدا مرت عليهم. كانت مصر دوله كبيره، دوله داعمه بكل رجالها وجيشها العظيم واعلامها وكله وقيادتها، دعم لدولة الكويت، وأيضا عندما حدث عندنا مشكلة كبيرة دولة الكويت كانت من الدول الداعمة لمصر ومساندة لنا بمنتهى القوة دايما. دي الدول دايما زي ما بقول كده في وقت الشدائد بتجد دائما وتكشف لك المعادن، ودائما معادن الأخوة والمحبة. كل سنة وحضراتكم طيبين كل الأشقاء في دولة الكويت الشقيقة. نتابع تقرير ثم فاصل واستقبل الضيفين الكريمين رأس الحكمة، شراكة مصرية إماراتية قوية جدا، تنمية استثمار نجاح كبير جدا للحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ثقة كبيرة جدا من المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، انفراجة كبيرة جدا لمواجهة التحديات الاقتصادية تعدي. كونوا على ثقة في ربنا سبحانه وتعالى، كونوا على ثقة، كونوا على ثقة. يطيب لي بداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير وبأسمى آيات الترحيب على مشاركتكم لنا فرحتنا بالعيد الوطني لدولة الكويت 63 والذكرى 33 ليوم التحرير، ويشرفني أن أنقل لكم تحيات وتقدير أشقائكم في دولة الكويت على هذه المشاعر الطيبة التي تتبادلونها معنا من خلال مشاركتكم الكريمة في أفراحنا التي نعيشها بما تحمله من إنجازات تمتد على مدى 63 عام مثلت نهضة دولة الكويت الحديثة. بحضور عدد كبير من الوزراء المصريين والسفراء العرب والأجانب ومحافظي القاهرة والجيزة، استقبل السفير الكويتي بالقاهرة غانم صقر الغانم وأعضاء السفارة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري والعديد والعديد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والإعلاميين والبرلمانيين والشخصيات العامة الذين حضروا للاحتفال بالعيد القومي 63 وعيد التحرير 33 تحت عنوان عز وفخر، حيث كانت احتفالية كويتية بطعم مصري عربي وسط مشاعر جياشة وحب وتقدير من المهنئين لدولة الكويت والأشقاء الكويتيين. أود أتقدم للأشقاء والأصدقاء في جمهورية مصر والمسؤولين اللي شرفونا اليوم في حفل سفارة دولة الكويت والمندوبية الدائمة لدى جامعة الدول العربية. حقيقة كانت ليلة كويتية مصرية تعبر عن عمق العلاقات وصدق المشاعر، وهذا يعني ما تعودناه من الأشقاء في مصر، دائما يحيطونا بدفء مشاعرهم، إن شاء الله دائما تكون أيامنا كلها أفراح ومسرات بإذن الله. الله يبارك في الكويت، شايف الله يديم عليها الأمن والاستقرار، يديم عليها النمو والازدهار بإذن الله تعالى. أعتقد أن العلاقات ما بيننا هي علاقات قوية جدا بين الشعبين وأيضا بين المسؤولين،
وده أمر طبيعي جدا في تاريخ مشترك ما بين الدولتين، وأعتقد ده أمر مهم الفترة القادمة أن يكون في عمل عربي مشترك قايم على الاحترام المتبادل وعلى المصالح المشتركة. فأهلا بيك، وفي نفس الوقت كل سنة ودولة الكويت وشعبها طيبين وفي أحسن صحة دائما. طبعا بنقول لإخواتنا الكويت كل سنة هم طيبين ودائما في أحسن حال، ودائما متألقين في المنطقة، ودائما يعني مع المصريين إخوات وعشرة ومواقف وكل حاجة جميلة. أكيد إن إحنا العرب مش هينهضوا إلا ببعض، والعرب مش هينهضوا إلا بالوحدة وبالتحالف. وما شاء الله يعني الكويت دايما عامرة وزاخرة بقيادتها وبأهلها وبناسها. مصر الشقيقة لدولة الكويت التي تستضيف هذا الحفل وهذا المهرجان الذي يقام بمناسبة مرور 63 عام على احتفاء على دولة الكويت، أعتقد أنه يجسد واقع حقيقي للمحبة والإخلاص والتعاون بين البلدين الشقيقين.